تحية طيبة لكل المشاهدين ديالنا الكرام، صباح الخير عليكم، نتمنى تكونوا على خير. صباحي الذي ما كان تواصلوا من خلاله معكم عبر شوف تي في وشوف سبور ومواضيعنا الرياضية. صباح الخير عمر، صباح الخير خويا الزوين، صباح الخير إيمي، صباح الخير عبدو، أيمن صباح النور، نعيمة صباح الخير، محمد السلام، هيدا تحياتي، أشرف مرحبا بك خويا الزوين، تحياتي صباح الخير، صباح النور لكل المشاهدين ديالنا. يلا يلا صباح الخير صباح النور، يلا بغيت نشوف غير صباح الخير صباح النور، صباح الخير صباح النور، صباح الورد صباح الياسمين، صباح الويك وغدا الان ويكاند. تحياتي لكم انتما، غاندي برافو عليك، شوف اللي قال غاندي، ساره برافو ساره، من نسالك صباح الخير، شكرا لك خويا، مرحبا بك عبدو. يلا من دابا شويه حنايا معكم في واحد الدردشه صباحيه، صباح النور صباح الورد، اللي بغى يطلع معايا صباح الخير صباح النور، يلا صباح الخير صباح النور، صباح الورد صباح الياسمين صباح الخير. تحياتي لكل المشاهدين، يلا صباح الورد. عبدو عصام صباح الخير، تحياتي ياسين، أسية بونجور، غاندي حياة صباح الخير، راشيد صباح الخير، صباحك جميل، الله 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 نزهة، شكرا بزاف، عزيز علي هذه الكلمة، صباحك جميل، صباح الفل حسين، السلام عبد الغني، وهبة صباح الخير، شاب المغرب الله يبارك، شكرا لك نعيمة، مرحبا بك دائما عبر شوف تي في وشوف سبور. يلا أنس صباح الخير، زكريا صباح الخير، صباح الورد، هذا أخويا أيمن، راشيد صباح الخير، صباح النور خويا الزين، تحياتي لك، ميرسي عبدو مرحبا بك. نتمنى للموديراتور ديالنا انه يبارطاجينا لو لايف في شوف سبور باش يتفاعلوا معنا الناس ديال السبور ديالنا، الله يرحم خونا عدنان جوت ان شاء الله، امين امين. داك الطفل صراحه انا فقت على الصباح وشفت الخبر في عندنا في الموقع، صراحه تألمت بزاف، ان لله وانا اليه راجعون، شكون اللي فكرني فيها، اللي فكرني فيها غنشكرو نسيم، شكرا بزاف خويا نسيم، للاسف للاسف نتمنى ان شاء الله الخير في المستقبل، لانه بزاف الحوايج ولينا كيألموا صراحه. يلا مرحبا بكم، صباح الخير والياسمين، تحياتي لكم خويا، تحياتي فؤاد احكي معنا، مرحبا بك السي فؤاد، مرحبا مرحبا، اي حاجه بغيتيها مرحبا بك اخويا. أو حسام تحياتي، او الورد على الصباح حاجه زوينه، ميرسي بوكو ابو فتاح، ميرسي، مرحبا بكل الناس اللي كيتبعونا في هذا اللايف. يلا نطلعوا في الطاكسي باش نمشيو للخدمه، فوالا السلام عليكم، صباح النور صباح الخير صباح الورد صباح النور. واش عمرك جيتي لإيمن تاون تا خويا؟ والله ما عمري جيت اخويا، وشرف لي نجي، شرف لي نجي عندكم إيمن تاون. يمكن لك تعطيني فين انا كنعرفها، جو بونس حدا اكادير يمكن، بينما اذا غلطت صحح لي المعلومه، الله يجازيك بخير، وتحياتنا للناس ديال إيمن تاون، تحياتنا لكم. بونجور بونجور اسيا، بونجور نعيمة صباح الخير، عبدو تحياتي خويا، محمد صباح النور، إن لله وإنا إليه راجعون، سعيد السوسي أكيد، تعازينا الحارة لديك الأسرة لديك الطفل، لأنه صراحة يعني شيء مؤسف، نتمناو الخير إن شاء الله في المستقبل، هذا الشيء اللي يقول الإنسان. الحسين أو الحسين تحياتي خويا، السلام مراد صافا، والله إلا ما صافا وأنت لاباس مراد، نعيمة السلام. ميرسي بوكو حفيظ السيمو، حنان تحياتي ليك،
جي صخور رحابنا. مرحبا سي محمد، والله تنجي علاش لا ما نجيش. اشوا قاعدين اللايف على الصباح مع الناس ديالنا كنهضروا زوينين. صباح الخير كوثر العقاوي، صباح الخير اختي كوثر، مرحبا بك. بونجور زكية، تحياتي لك اختي زكية، مرحبا بك. كاين مراد، تحياتي ليك، الله يحفظكم ديما بالتغطية. شكرا بزاف، الله اكبر. شوف تحياتي لك قطع، تحياتي لك على الكومونتير ديالك، ان شاء الله نتمنوا له المغفرة ان شاء الله. طفل صغير كيفقدوا، ماشي كتفقدوا فقط عائلته، وانما كيف كتفقدوا البلاد كلها، لانه الشباب هو المرآة، هو المستقبل ديال البلاد والاطفال كذلك. صباح الخير خويا امير، صباح النور خويا، مرحبا بك في ايطاليا. او زكريا نجي دابا خويا، فين ايطاليا؟ قول لي انت وخويا الزوين اللي قال لي من تاوت. انا والله ما كرهت نبدل الجو ونجي. فين بارما؟ سيقي لي فين، قول لي خويا. شي الناس يدير حال الشاطئ. حفيظ مرحبا خويا، مرحبا، علاش ما نجيش؟ والله تنجي. بونجور الجزائري، صباح الخير خوتنا المغاربه، تحياتي طارق، ميرسي بوكو خويا الزوين، وتحياتنا لخوتنا الجزائريين اللي كيتبعونا ديما عبر شوف سبور في الكره. لا حول ولا قوه الا بالله العظيم. حسن ميرسي بوكو خويا، واش عمرك جيتي لقلعه السراغنة؟ والله ما عمري جيت اخويا بلال صابر، وشرف لي نجي لقلعه السراغنة اللي كنسمع انها زوينه وبلاصه زوينه. نتمنى نجي اخويا، علاش لا، شرف ليا. مرحبا بك انت في اي وقت كان. تحياتي لكم. كتجاوب غير اللي بغيت. لا خويا رضا فهد، لا غير دابا انايا غادي وفي نفس الوقت كنشوف الطريق، داكشي علاش. خويا رضا فهد تحياتي لك اخويا. يلا واش عمرك جيتي الناظور؟ والله ما الناظور، لا مشيت له الناظور، مشيت له الناظور. الناظور زوين، الناظور زوين، تحياتنا الناظور، تحياتنا الناس ديال الرقاده. شكرا خويا زوين. يلا نمشيو نزيد نقرا التعليقات ديال السيدات والساده. هشام يلا شنو سميتو؟ مبغيتوش تقلق عليا. فين هو اللي قال لي رضا عندك شي تقلق عليا؟ الا تقلقتي عليا هاد الصباح غادي يدوز خايب. يلا قول لي المسامحه خويا رضا فهد. يلا تحياتي لكم. بونجور هشام الجماوي، تحياتي لك خويا هشام. امين السلام. عمر تحياتي لك. عبد الله تحياتي، كنتمنى لكم التوفيق. يلا نوريكم، نوقفوا معكم انا شويه. صباح الخير مبروك، صباح الخير خويا هشام تحياتي. فتاه زبيده صباح النور، نهار الوداد تكون وجده تلعب، سجلوا لي 8 حالات. هشام طنجة بريس، تحياتي لكم. مؤسسي وليد مرحبا بك، لاباس عليك هشام، صباح مبروك. اسماء الله يحفظك ليا، 2020 علاء تحياتي ليك. سعيد السوسي صباح الخير، مرحبا بك، صباحكم مبروك خويا. عبد الله السباعي تحياتي. هشام خالد الشاديلي، حسن بيان سور، الاطفال بغاو الحنان، كيبغوا الاشياء الجميله ماشي القتيله. كوثر تحياتنا، مصطفى تحياتي، جعيد يا قدير تحياتي، سلام تحياتي. بارما مرحبا بك، مدينه بارما جميله، مدينه بارما الفريق ديالها واعر، للاسف كانوا في واحد الوقيته بغاو يخرجوا عليه ولكن رجع لكوميرسيال. مرحبا بك في بريكسل خويا، تحياتي امير خويا الزوين، تحياتي. الاعدام لهاد الناس اللي قتلوا الولد، ايوا حنا نشوفوا السلطات غادي تكون معاهم صارمة. عموما حنا نتمنوا له المغفرة. صباح الخير خويا الحبيب، مرحبا بمحمدية المغرب، اخي احبك في الله. حافظ السيمو تحياتي الزوين خويا، مرحبا بك خويا في فرنسا، هنا في ريمس تحياتي خويا حسام، وتحياتي لكاع المغاربه في فرنسا. واش عمرك جيتي المعزي؟ ما عمري عرفت المعزيز، ما عمري عرفت اخويا الزوين.
وتحياتنا للناس ديال هذه البلاصه وليك انت شخصيا مصطفى الهاشمي. صباح النور، صباح الخير، درب السلطان، تحياتي ليك. سلام، مرحبا خويا، صافا عليك عبدو. حمزة تحياتي، حافظة تحياتي ليك. عرفتي لي كومونتير بزاف 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 ديما رجاء سليمان. حنا انا دائما كنشكر كاع الناس اللي شاركوا معنا في هذا اللايف، تحياتي ليك سعيد السوسي. ان شاء الله مع الخمسة الناس اللي كيتبعوا الكره، الناس اللي كيهتموا بالفوتبول، مرحبا بكم في شوف سبور ديما في مباشر سبور في لقاء الخامسة ان شاء الله. نهضروا على جديد الكره. البارح هضرنا على هذا القرار فيما يخص الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم، انه الانديه اللي تصابوا لها يعني اكثر من 6 لعابه بفيروس كورونا او العناصر الخاصه بالفرقه، فهي اللي غيتاجل لها الماتش، اللي غيت يعني يتقاسوا لهم اتاكاو اقل من 6 غادي يلعبوا. هذا غادي يساهم في انه ما نزيدوش نسجلوا ماتشات مأجلين بزاف باش دغيا نساليو الشامبيون ديالنا. انا كنشكر بزاف الناس اللي تبعوني في هذا اللايف، ميرسي بوكو ليكم، تحياتي لكم، نهاركم مبروك دائما وابدا. بقاو ايجابيين في حياتكم، فرحوا، نشطوا. هذا الوليد مسكين اللي ودعناه سميتو عدنان، كنطلبوا له المغفره ان شاء الله والرحمه، وانه يكون في الجنه ان شاء الله وعائلته الله يعطيهم الصبر، وماشي فقط عائلته، لجميع المغاربه، لانه فاش كنفقدوا اطفال وشباب كنفقدوا مستقبل، كنفقدوا طرف من المستقبل. نتمنوا الخير ان شاء الله. تحياتي لكل المغاربه اللي تبعوني، كذلك اخواننا العرب اللي كانوا معنا من الجزائر ليبيا وتبعونا في هذا لو لايف. ميرسي بوكو لكاع المغاربه، الله يجازيكم بخير، تحياتي لكم، الله يسر لكم الامور في هذا النهار. ميرسي بوكو.